السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، تغيير خلق الله، كيف تمكن الشيطان من إقناع بعض الناس من تغيير خلقهم لخلق آخر؟ والشيطان تعهد أنه سيغوي الكثير من الناس ويقنعهم بأن يغيروا خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا كانت النتيجة؟ دعونا نتأمل خبر علمي بعنوان انتشار جراحات التجميل للتشبه بالمشاهير يقلق الأطباء، حتى وصل بالبعض أن يسعى لتحويل نفسه إلى ما يشبه الكلب. الحقيقة الأطباء يحذرون، طبعا سنتناول الجانب العلمي أولا ثم نتأمل كلام الله سبحانه وتعالى. الأطباء يحذرون من كثرة عمليات تغيير خلق الله أو جراحات التجميل بهدف التشبه بالمشاهير من المطربين والممثلين وإلى آخره. ويقول الخبراء إن هذه الظاهرة تزايدت بكثرة في الآونة الأخيرة. وطبعا حسب جامعة ميامي، إن السعي أن تبدو وكأنك شخص آخر لا يمكن أن يكون طبيعيا، لأن تغيير شكل الوجه لا يغير المضمون، لا يغير الداخل. فهذه الدراسة تقول ينبغي أن يبقى الإنسان على طبيعته ولا يسعى أن يكون نسخة من شخص آخر، لأن هذا يسبب الاكتئاب. طبعا عمليات تغيير الوجه منها ما هو ضروري، مثل إنسان تعرض وجهه للحرق، للاحتراق بشكل كامل، فيقومون بترميم هذا الوجه وزراعة وجه جديد له. ولكن سبحان الله، كل عمليات زراعة الوجه يبدو صاحبها وكأنه مشوه. لم يتمكن العلماء حتى الآن من إعطاء صورة للإنسان تشبه خلق الله. ثم يقولون إن هذا الخلق جاء بالمصادفة. دعوني أعرض لكم هذه الصور التي تظهر لنا شكل الإنسان قبل تغيير وجهه وشكله بعد تغيير وجهه، كيف أصبح وكيف، يعني على الرغم من كل التكنولوجيا إلا أن العلماء يقفون عاجزين حتى عن إعطائه شكلا يشبه شكله الأصلي. في هذه الصورة أيها الأحبة نرى شكل لرجل، كيف أصبح بعد عملية تغيير وجهه. وهذه الصورة لامرأة أيضا، كيف تبدو بعد عملية زراعة وجه لها سبحان الله. وهنا طبعا أحد الأطباء يعرض صورة لشخص بعد زراعة وجه، كيف يبدو وكأنه مشوه تماما. وهذه الصورة لشخص يعني شوه وجهه وأجريت له زراعة لوجه كامل، وهذا شخص إسباني أيضا، بعد زراعة الوجه انظر كيف تبدو ملامحه، غريبة جدا. طبعا هناك على الانترنت عشرات الصور، كل عمليات زراعة الوجه يفشل الأطباء في إرجاع الصورة الحقيقية له، التي يدعون أن الطبيعة هي التي صنعت هذا الإنسان وأعطته هذا الشكل، وكلها بالمصادفات. وطبعا هذا إنسان أيضا أجريت له زراعة وجه كامل، وطبعا انظر معي أخي الحبيب، يبدو وكأنه مشوه. وهنا أيضا لطبيب يقف مع ثلاثة أجريت لهم زراعة وجه، كل واحد سبحان الله يبدو شكله غريبا عن الشكل الأصلي. ولكن أغرب ما في الموضوع هذا الشخص الياباني الذي قرر أن يحول نفسه إلى كلب ليبدو بهذا الشكل. طبعا
طبعا دفع آلاف الدولارات من أجل أن يتم تصنيع فرو خاص له وشكل معين ليظهر أمام الناس وكأنه كلب كما في هذه الصورة، يداعبه الناس و يعني يلعبون معه. سبحان الله، يعني نرى أن الشيطان سيطر على عقول هؤلاء تأكيدا لكلام الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم. انظر معي إلى هذه الآيات العظيمة التي تعهد فيها الشيطان أنه سيضل قسما من البشر، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني أمر من الشيطان بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. هذا منتهى الكفر بالله عز وجل. والقرآن هنا يتنبأ من 1400 سنة أن هناك أناسا سيغيرون خلق الله، سيسعون لتغيير خلق الله، كما نرى اليوم إنسان يسعى أن يحول نفسه لكلب أو ربما لقرد، وربما في المستقبل نرى العجب العجاب. الشيء الثاني أيها الأحبة، عملية زراعة الوجه الكامل تتطلب فريق طبي ربما يصل لأكثر من 100 شخص أحيانا، وعدد ساعات طويل من العمل، وعشرات الآلاف من الدولارات. وفي النتيجة كما رأينا الصور ينتج شكل مشوه. لماذا لم يتمكن العلماء حتى الآن من إعادة بناء وجه الإنسان كما كان سابقا؟ يعني أنتم تقولون الصدفة هي التي صنعت البشر حسب نظرية التطور. طيب أنتم اليوم تملكون التكنولوجيا وأحدث وسائل الطب، تملكونها، لماذا فشلتم في إرجاع شكل الوجه كما كان؟ لأن تصميم الوجه معقد جدا أيها الأحبة. الوجه هذا له بصمة، لا يوجد على وجه الأرض وجه يشبه وجه إنسان آخر أبدا. حتى العين لها بصمة، اللسان له بصمة، الأنف له بصمة، الأذن لها بصمة، سبحان الله. فهنا نتأمل قول الله سبحانه وتعالى عندما قال وصوركم فأحسن صوركم، وقال أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لذلك هذه الدقة وهذا الإبداع في خلق الإنسان في تصويره تشهد على أن الذي صوره هو الله، وليست المصادفة، ليست الطبيعة، ليست الطفرات العشوائية. وهنا القرآن يطلق تحديا لأولئك الذين يدعون أنه لا إله في الكون، لا يوجد خالق للكون، وكل شيء وجد بالمصادفة، يقول لهم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.